المزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا من دبي رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب رائد خضر. رائد أرحب بك. دعنا نبدأ من ردة فعل الدولار بعد محضر الفيدرالي الأمريكي. لماذا التعافي كان محدود وسريع برأيك؟ حقيقة لأنه حتى يعني كان في عنا هذا ردة الفعل السريعة بنتيجة أنه الدولار الأمريكي كان متراجعا خلال الفترة الماضية بشكل كبير، ويعني نوع من عملية التصحيح، لكن فحوى محضر الاجتماع الفيدرالي الأمريكي ليست بإيجابية كبيرة لأداء الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة. وحقيقة يعني لا يزال تحت ضغط الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه بنتيجة أنه التوجه في تجديد السياسة النقدية لا يزال نوعا ما محدود وليس فيه يعني شدة، يعني not aggressive yet بما يتعلق في لهجة الفيدرالي الأمريكي. طبعا إضافة إلى بروز بيانات إيجابية من منطقة اليورو، عززت من ارتفاعات اليورو أمام الدولار الأمريكي مجددا، وهذا شكل عامل ضغط إضافي اليوم أعتقد يعني، أو إضافة إلى أنه في عنا عضوين لا يزالان يعني صوتوا بالضد، إذا يوجد هناك هذا التخوف داخل الفيدرال الأمريكي من مستويات التضخم أن تصل إلى المستويات المستهدفة في الوقت المطلوب، وبالتالي التوجه نحو تجديد السياسة النقدية، وأيضا فيما يتعلق ب يعني برنامج الضرائب الجديد وآثاره على الاقتصاد الأمريكي. هناك نوع من التلكؤ فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية في الاقتصاد الأمريكي، وحتى وأن رأينا 5 مرات رفع حتى الآن، لكن الأفق محدودة بعض الشيء. يعني الفيدرالي إذا كان مقرر 3 مرات للرفع، الأسواق تقيم إمكانية 2 مرات للرفع خلال العام الجاري. طيب رائد، يعني طبعا كل الترقب هي لبيانات التضخم في سياسات البنوك المركزية التي بمعظمها تتجه للتشديد. هذا الأسبوع بداية العام صدرت بيانات تصنيع قوية جدا، أسعار المعادن عند أعلى مستوياتها، نتابع النفط سواء المعادن الأخرى، هذا يشير إلى قوة في نمو الطلب العالمي. كيف يمكن أن نرى تأثيره في التضخم برأيك؟ طبعا هذا تماما مثل ما ذكرت، اللي هو قوة في النمو ويزيد من توقعات النمو للاقتصاد العالمي. يوجد طلب حقيقي في الاقتصاد العالمي طالما يوجد هناك هذا ارتفاع بمستويات التصنيع. طبعا التضخم المدروس الذي يعني استقرار الأسعار أن يصل إلى المستهدفات في الاقتصادات العالمية، يعني أن هذا النمو يعني حقيقي ومستدام ومستمر. بالتالي طالما التضخم نحن لا يزال دون مستويات المستهدفة في أغلب الاقتصادات الكبرى في العالم، إذا يوجد هناك يعني مثل ما رأينا أنه إمكانية الوصول إلى المستويات المستهدفة كنمو ضعيفة نوعا ما. طيب هنا أسألك عن المكاسب التي نراها في الأسواق العالمية، يعني مكاسب في كل هذه الأسواق سواء في آسيا في الولايات المتحدة. يعني الأسواق أنهت هذا العام على أفضل مكاسب سنوية منذ 2009، ونحن نعلم أنه الدعم الأساسي هو من سياسات التحفيز النقدي. مع توجه البنوك صوب التشديد وتحسن مؤشرات الاقتصاد، هل ترى الاتجاه صعودي في أسواق الأسهم برأيك؟ حقيقة يعني هناك الرغبة بالمخاطرة واضحة لدى المستثمرين إجمالا، وخصوصا يتعزز ذلك عادة مع مطلع العام وعودة السيولة للأسواق. يوجد ثقة لدى المستثمرين، ويعني ربما لم تصدر بعد مؤشرات تقيس الثقة مثل ميشيغان وغيرها في الأسواق العالمية، ولكن يتضح من خلال بيانات الاقتصادية التي صدرت حتى الآن فيما يتعلق بالتصنيع وبيانات التضخم تشير إلى أن هناك يعني ثقة لدى المستثمرين ورغبة بالمخاطرة والتوجه نحو مزيد من الارتفاعات. لا يزال المومنتوم أو الزخم قائم على التعديلات الضريبية، قائم على السياسات التحفيزية التي لا تزال مستمرة في مثل الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الياباني على سبيل المثال. ذلك يعطي نوع من التفاؤل، لذلك نرى الأسواق الأسيوية بالارتفاعات التي نشهدها، ويعني الأسواق الأوروبية كذلك الأمر، وكذلك الأسواق الأمريكية تشير بأسواقها بعقودها المستقبلية إلى هذا الموضوع. النقطة أن يوجد هناك مومنتوم ويوجد هناك يعني تحفيز في الاقتصاد في الفترة الحالية، وبالتالي المستثمرين لا يزال لديهم المخاطرة أو الرغبة بالمخاطرة بالتوجه نحو أسواق الأسهم، لكن ذلك قد يتضح أكثر بدخولنا بالربع الأول من العام.
طيب رأيت بشكل سريع، يعني مررنا على العملات استرليني اليوم على مستويات الدولار 35-44، أين ترى الاتجاه؟ حقيقة لا يزال هناك يعني فجوة أمام الاسترليني بالاتجاه الصاعد وإمكانية الارتفاع أكثر نحو مستويات 1.37، ولكن ضغوط سير مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي قد تعيد الضغط مجددا، وعودة الدولار الأمريكي للارتفاع أو التصحيح بعد التراجعات الحادة اللي نحن شاهدناها في الفترة الماضية وإغلاق العام عند مستويات 91 كمؤشر للدولار الأمريكي، ممكن يضغط أكثر على الزوج الجنيه الاسترليني ويعيده إلى مستويات 33 مرة أخرى. ولكن للفترة الحالية مع وجود الضعف الحالي في الدولار الأمريكي، يوجد هناك المتسع للجنيه الاسترليني للضغط بالاتجاه الصاعد فوق مستويات 35-50 وصولا إلى مستويات 1.37 كمؤشر للدولار لزوج جنيه استرليني دولار أمريكي. ولكن ضغوط البريكزيت موجودة وسوف تأتي وتضغط بشكل أكبر على الباوند بالاتجاه الهابط، بالتالي النطاق محدود نوعا ما. نعم، شكرا جزيلا لك من دبي رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب رائد خضر.